رايك يا اسطى في الفيلا بتاع الكليوباترا دي؟ حصلتش فيلا ايه يا ده قصر يالا. يا ده اسطى اكيد واخداه قانون جديد. قانون جديد ايه يا اسطى؟ يا اسطى كليوباترا دي معاها فلوس تعمل اكتر من البتاع ده مرتين تلاتة. لا بس عشان الحسد يعني والمحاسبات وكده يعني بياخدوه قسط مع بنك. معرفش يا اسطى انتوا ملوك زي بعض انتوا قادرة بقى. انت فاهم يا مهم كليوباترا دي تفتكر ان انا هعجبها؟ تعجبها؟ ده انت تعجب اي حد يا اسطى، ده انت قمر. طبعا، ويا هتلاقي مز زي فين يعني. مش هتلاقي يا اسطى. المهم هي نفسها حلوه؟ هي دي فجره. كليوباترا دي اقسم بالله فلقت قمر. يا سلام والله. انت ما شفتش الصوره على المعبد واحنا داخلين يا اسطى؟ هي الصوره على المعبد دي كليوباترا؟ هي يا اسطى. اوصفها لي يالا. هي اللي على الصور. ايوه، شعر اصفر رقيقه. رقيقه، يا سلام. رشيقه. الله. شديقه. يعني ايه شديقه؟ هي على الوزن يا اسطى وخلاص. واحنا هن ايه يعني؟ اللي على المعبد دي هي كليوباترا؟ هي يا اسطى. جامده يالا، جامده يالا دي، ولا ننسى عجرم من سنتين مثلا. طيب يعني انا الغيها واكيد هعجبها وضع طبيعي يعني اساسي. طبعا طبعا. وبعدين اقوم واخدها بقى ايه تحت باطي، واخد جيوشها بقى بميكروباصاتها بتكاتكها كله يا اسطى، وتحتل انت روما دي كلها. انزل على اوكتافيو ده ادغدغه يا ادغدغه ادغدغه يا موته في الارض. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا انطونيو؟ ازيك يا ديسيوس؟ ايه ده كبير المجلس؟ انت هنا في مصر بتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ عقد خلص في روما والكفيل ما رضيش يجدد لي العقد. كلمت الست كليوباترا الله يجبر خاطرها يعني، فعملت عقد هنا في مصر. بس ان شاء الله زي ما فهمتك، لو خليتك تحبها وانت حبيتها هتخليك قائد على الجيوش. ماشي، ما دام انت معايا كمان هتلاقيني اول باول، ما تقلقش يعني. انا اكيد هي هتحبني ان شاء الله. طب هي فين كليوباترا؟ يا اسطى احنا مستنينا مسيرها هتيجي. زمانتها على وصول. زمانتها؟ ايه زمانتها دي؟ ما احنا في مصر بقى اتعود على الحاجات دي. زمانتها وعزناها وكمناها وجرناها وشحال. ويا لهوي يا لهوي يا لهوي يعني شوف. والنبي قعدتك ما تشبع منها. يا يا سلام. صحيح الدنيا ضيقه. الدنيا فعلا تلاقي. الدنيا تلاقي.